ابن عبد الله صلى عليه الله. بعض الناس يبحث عن الأسماء الغريبة أو الجديدة ولا يهتم بالمعنى. من يتأمل في أسماء أبناء النبي صلى الله عليه وسلم يجدها كلها أسماء جميلة، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على الأسماء الجميلة ويغير من الأسماء القبيحة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فيجد الصحابة رضي الله عنهم فيقول لهم: ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم. ويأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شهاب فيقول له: بل أنت هشام. وتأتي عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمها جثامة المزنية فيقول لها: بل أنت حسانة. حق الولد على الوالد أن يختار له الاسم الجميل.